أعظم حرف موجود في كتاب الله عز وجل، أعظم حرف يساوي الدنيا بما فيها، وهو حرف واحد، أعظم وأجمل وأفضل وأكمل حرف وجد في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الحرف لا يكتب بماء الحبر، وإنما يكتب بماء العينين، ويكتب بماء الذهب. هذا الحرف موجود في سورة فاطر، إنه واو الجماعة التي جمع الله عز وجل فيها أصناف الأمة كلها، ووعدهم بأن يدخلوا جنة عالية. كل هذه الأمة ستدخل الجنة بإذن الله عز وجل. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، شهد هذه الشهادة الحق، نال ثلاثة مراتب. أولا أنه أصبح وارث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورثنا، أنت بلا إله إلا الله محمد رسول الله ورثت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. الميزة الثانية أنك أصبحت مصطفى، مختار، مجتبى من عند الله عز وجل. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فأنت بلا إله إلا الله في قلبك محمد رسول الله أصبحت مصطفى ومجتبى ومختار، في أعظم منك. والثالثة، الميزة الثالثة، أن الله نسبك إليه فقال الذين اصطفينا من عبادنا. في أجمل نسبة هذه؟ ربي ينسبك له وعباد الرحمن، فأنت بلا إله إلا الله، فقط بلا إله إلا الله محمد رسول الله، أخذت هذه الثلاثة ليه؟ المراتب. ألا تقدر هذه حق قدرها؟ وارث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مصطفى، مختار، مجتبى من عند الله، نسبك الله إليه. ثم قال الله عز وجل: إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. طب يا ربي هذول اللي اصطفيتك اصطفيتهم كم قسم؟ قال ثلاثة أقسام. هؤلاء العباد الذين ورثوا محمد بن عبد الله، الذين اصطفاهم الله عز وجل، الذين نسبهم الله إليه، ذكر كم صنف؟ ثلاثة أصناف. شوفوا سبحان الله، بدأ بمن وأخر من، بدأ بمين وأخر مين، بدأ بمين؟ قال: فمنهم ظالم لنفسه، ظالم لنفسه يرتكب ذنوب ومعاصي وهو وارث لمحمد بن عبد الله، ظالم لنفسه بالذنوب والمعاصي وهو مصطفى من الله عز وجل، ظالم لنفسه وهو من عباد الرحمن. ليش بدأ بالظالم؟ أولا عشان لا يؤيسه ولا يقنطه من رحمة الله. ترى الله ما خلقنا ليعذبنا يا أخواني، والله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما أوجدنا ليعذبنا، وإنما أوجدنا ليرحمنا. فبدأ بالظالم لئلا يؤيسه من رحمة الله. وأخر مين؟ قال: فمنهم ظالم لنفسه، في الوسط الوسط، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. مين أحسن الثلاثة دول؟ السابق، لكن أخره الله عز وجل. ليه؟ عشان لا يصاب بالعجب ولا الغرور، عشان لا يجعل نفسه حاكم على الناس. ها؟ هذا من أهل النار وهذا من أهل الجنة، هذا ضال وهذا مهتدي، ها؟ هذا كذا وهذا، لا مالك صلاح ترى، لا تعجب بعملك. وبعدين شوف، حتى لما قال ومنهم سابق بالخيرات، إيش جاب بعدها؟ بإذن الله. ترى أنت ما سبقت للخيرات بشطارتك ولا بذكائك، لكن بإذن الله عز وجل اختارك وخلاك سابق. لا تحقر أحدا، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ما يدريك واحد تشوفه في البداية عاصي وبعيد عن الله، يوم من الأيام يكون عند الله أفضل منك. رب أشعث أغبر ذي طمرين باليين، لو أقسم على الله لأبره. فمنهم ظالم لنفسه. إيش قال بعدها؟
ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلون، هذه الواو، هذه الواو، جنات عدن يدخلونها، منهم الظالم والمقتصد والسابق، كلهم يدخلوا الجنة سبحان الله. هذه الواو تكتب بماء العين والله، تكتب بالذهب، لأنه الأمة هذه كلها ستدخل الجنة بإذن الله عز وجل. الظالم لنفسه، وهو الذي ارتكب ذنوب ومعاصي، وبعض الأحيان قد ما تحصل عنده خير أبدا، ما عنده خير، تقول لي يا فلان عمرك سويت خير في حياتك؟ قال لا والله، الشيطان من يوم ما ولدت إلينا أموت. ظالم، هذا الظالم له مع الله سبحانه وتعالى ثلاثة حالات سبحان الله. إما أن يهيئ الله له عز وجل في آخر عمره قبل ما يموت بساعة، بساعتين، بيوم، بيومين، يهيئ الله له عمل صالح. هذا ربي شجعنا والله، ترى ربنا ما يبه، يا سلام. لا، فقبل ما يموت بيوم أو يومين ربي يهدي. الله الله، هذا فلان اللي كان سكير عرفيت صار يصلي في المسجد، يسار يصلي في المسجد. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح يختم بحياته. كلنا سمعنا قصة المكاوي اللي جاء له رجل من المغرب، وتروى هذه أيضا في القصيم عند أبو فهد كمان، يقولوا مروية عندكم كمان. رجل من أهل المغرب ثلاث مرات في ثلاث ليالي يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له روح لفلان بن فلان في مكة وبشروا بأنه من أهل الجنة. يقول أول مرة عديتها، ثاني مرة عديتها، ثالث مرة قلت لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والله لازم أروح مكة وأشوف هذا الرجال الصالح. جاء مكة اسأل عن فلان، كل ما سأل الناس يضحكوا، يا شيخ إيش تبغاه؟ قال أنا أبغاه. قال ما يصلح لك، ما يصلح لك، ما هو من شاكلتك ولا على مسيرتك. قال أنا أبغاه، يصلح لي ما يصلح لي ودوني عنده. دخل عليه سبحان الله في بيته، وتعرفوا مقاطيع أهل المسفلة ومقاطيع جرول، جاي بيغير، شاف الرجال شايب رحيته بيضة وجهه أبيض من أهل المغرب، استحى منه، قال خليه خليه على ما انتهى. قال له خير ايش تبغى بي؟ مين اللي جابه؟ قال له أرسلني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله أرسلك لي؟ شوية بده يبكي سبحان الله، الرسول أرسلك؟ قال ايوه، الرسول ثلاثة مرات جاني، قال لي روح لفلان وبشره من انه من اهل الجنه. قال انا من اهل الجنه يا شيخ، انا ما عمري صليت في حياتي، انا في بيتي جنب الحرم في الشعب، ما يعرف الحرم يقول، ولا عمره دخل الحرم سبحان الله. قال انا، وجعل يبكي ويبكي سبحان الله، كان هذا البكاء سبب في هدايته والختم له بخير. قال له استنى بروح اغتسل واتروج وبننزل مع بعض الحرم. قال لا، قبل لا تغتسل وتسوي قل لي ايش العمل الصالح اللي عندك. قال انت ايش شايف؟ شايف في عمل صالح؟ قال لابد في عندك شيء، لابد في شيء، ايش هو الشيء الصالح اللي تسويه؟ قال والله ان كان عندي خير سويته في حياتي، فزوجة جاري توفي الله يرحمه، ومن يوم ما توفي جعلت راتبي نصين، نص لي وأولادي ونص لي هذه الأرملة وأولادها. مين يسويها؟ والله مو كل واحد يسويها، مو كل واحد، تحصل واحد ما شاء الله تبع عنده لحية قديش طوله وعرضه، تقول هات نص مالك، يقول لا بس خذ 5 ريال، ها خذ 10 ريال، هذا نص ماله. هذا هنا الإيثار. وأذن المؤذن ورحوا للحرم يصلوا، أول ركعة ركع مع الإمام وسجد، جلس يبكي في السجود ومات الله يرحمه، ويبعث كل عبد على ما مات عليه. بس كذا 5 دقائق كذا نخلص هذه. هذه أول تكفير للرجل الظالم لنفسه. الأمر الثاني إنه يتوب توبة نصوحة قبل ما يموت، ومن تاب تاب الله عليه. الأمر الثالث أفرض عليه ذنوب ومات وهو ما تاب، بس من أمة محمد، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله،
أمره تحت مشيئة الله، ما نحكم عليه بأنه من أهل النار، أمره تحت مشيئة الله. ممكن ربي يقول له يا روح روح خش الجنة ولا يحاسبه كمان. تعرف قصة الرجل اللي يأتي يوم القيامة بتسعة وتسعين سجل، كل سجل مد البصر سيئات وذنوب ومعاصي، فيقول له الله عبدي أنت سويت هذه كلها؟ قال إيوه يا ربي سويتها. أظلمتها كتبت الحافظون؟ قال له لا والله يا ربي ما ظلموني. ألك عذر؟ لا والله ما عندي عذر. ألك حسنة؟ قال ما في خير ولا حسنة. قال ولا حسنة. قال لا عندك أو عندنا أو عندنا عندنا لك حسنة واحدة. قال وريني هي يا ربي، إيش هذه الحسنة اللي ما نداري عنها؟ فتخرج بطاقة مكتوب فيها إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقول يا رب إيش تسوي البطاقة هذه مع السجلات هذه؟ فيقول الله عبدي ما تظلم، عندنا ميزان، حطوا السجلات، حطوا البطاقة فتطيش السجلات ولا يثقل شيء مع اسم الله، فيدخله الله له الجنة. وأما المقتصد، من هو المقتصد؟ اللي خلط عمل صالح وعمل إيه؟ سيء، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. إيش قال الله؟ عسى الله أن يغفر. وإذا قال الله عسى معناه 100%. ومنهم سابق بليه بالخيرات. الله يجعلنا وإياكم من السابقين ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.